حيهم شباب الوطن، حيهم، والله يحمي سيدنا ابو حسين. المسيرة تستمر ونحتفل اليوم مع بعض يا اخواني واخواتي بعيد الجلوس الملكي. 20 سنة، 20 سنة قطعناهم مع بعض. تحدياتنا كانت ولا زالت كبيرة، ولكن عزيمتنا كانت ولا زالت أكبر، أكبر بكثير، والحمد لله. وهي بسواعدكم وسواعد أبنائنا وشبابنا كلهم. إخواني وأخواتي، حققنا الكثير، وبين الحين والآخر يظهر علينا من يشكك بقدرة الأردن على تجاوز الصعوبات وتجاوز التحديات. ونقول لهذا الشخص: خسئت. الأردن قادر بسواعد سيدنا وحكمته وسواعد الشباب أن نتخطى كل الأزمات إن شاء الله. إخواني وأخواتي، كل ما نتخطى أزمة نطلع فيها أقوى من ما دخلناها. الله يقويكم جميعا. والسر الله يقويكم يا شباب. سر منعتنا يا شباب أن ما يجمعنا الكثير الكثير، تجمعنا الراية الهاشمية وولائنا لسيد البلاد، تجمعنا ثوابتنا الوطنية، فلسطين والقدس الشريف والوصاية. وأي تحدي خارجي نقف أمامه سدا منيعا بسواعدنا جميعا. الله يقويكم. وطموحنا دائما إلى الأفضل، وطموحنا دائما إلى غد أفضل بسواعدكم جميعا. نعمل يدا بيد، نتفق نختلف، ولكن تحت مظلة الدولة، تحت مظلة الدستور، تحت مظلة القانون. وهذه هي الدولة التي يطالبنا بها ويوجهنا بها جلالة الملك دائما وأبدا. دولة قوية تحمي المواطن وتطبق القانون على الجميع، ويساهم ويشارك فيه جميع أبنائه. وغدا نحتفل بالجيش العربي الذي نال اسمه من الثورة العربية الكبرى ومبادئها، وقدم الشهداء دفاعا عن القدس وتطهيرا لأرض الكرامة. وسيبقى جيشنا العربي الرافع للراية الهاشمية والمدافع عن قضايا الأمة بأكملها. لن أطيل، تستمر المسيرة، وكل عام والأردن أقوى، والأردنيون ملتفون حول الراية الهاشمية، حول قيادتهم، يبنون وطنهم مدماكا مدماكا وإنجازا بعد إنجاز. الله يقويكم والله يخليكم، وكل عام وانتم بخير، وقائدنا ومليكنا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.